تونس تتطور بسرعة في عالم التكنولوجيا، ومنصة فضاء الولي مثال واضح على ذلك. هذه المنصة تخلي الأولياء يتابعوا تعليم أولادهم بكل سهولة ويتواصلوا مع المدارس ببساطة، وهذا يدل على رغبة الحكومة التونسية في إنشاء حكومة رقمية تقدم خدماتها للمواطنين بكل سهولة ووضوح. الحكومة التونسية تسعى من خلال هذا التطور الرقمي لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، بدلاً من الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الوثائق أو إتمام المعاملات. أصبح بإمكان المواطن الآن إنجاز العديد من هذه الخدمات عبر الإنترنت، وهذا يعتبر خطوة مهمة نحو بناء دولة حديثة تواكب التقدم التكنولوجي العالمي. التطور الرقمي في تونس لا يقتصر على الخدمات الحكومية فقط، بل يشمل أيضاً مجالات أخرى مهمة. لاحظنا في السنوات الأخيرة نمو كبير في التجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد والخدمات الصحية الرقمية، وهذا التطور السريع يعكس وعي الحكومة والمجتمع بأهمية التكنولوجيا في بناء مستقبل أفضل لتونس. وتدرك الحكومة التونسية أن التحول الرقمي ليس سهلاً، بل يحتاج إلى تضافر جهود الجميع. فإلى جانب تطوير البنية التحتية التكنولوجية، يجب العمل على نشر الوعي الرقمي بين جميع فئات المجتمع وتوفير التدريب اللازم على استخدام التكنولوجيا الحديثة. الحكومة التونسية من خلال تبنيها للتحول الرقمي تسعى لتحقيق أهداف كثيرة تصب في مصلحة المواطن. تيسير حياة المواطنين من أهم هذه الأهداف، حيث تتيح الخدمات الإلكترونية للمواطن إنجاز معاملاته الحكومية بكل سهولة دون عناء التنقل أو الانتظار في طوابير طويلة. الحكومة تهدف أيضاً إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وجعلها أكثر وضوحاً. فمن خلال رقمنة الخدمات الحكومية يمكن للمواطن متابعة مراحل إنجاز معاملاته والتأكد من سلامتها. أهداف الحكومة التونسية لا تقتصر على تسهيل الخدمات الحكومية فقط، بل تسعى أيضاً إلى تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات الخارجية. فمن خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، تصبح تونس وجهة جاذبة للاستثمار وخلق فرص العمل. الحكومة التونسية تدرك أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتعمل الحكومة على توفير البيئة المناسبة للتحول الرقمي من خلال تطوير القوانين وتقديم الحوافز للمستثمرين. الخدمات الإلكترونية في تونس تقدم فوائد كثيرة للمواطنين والحكومة، فمن جهة تساهم هذه الخدمات في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، حيث تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات بكل سهولة وتمكنهم من متابعة مراحل إنجاز معاملاتهم. كما تساهم الخدمات الإلكترونية في تحسين كفاءة الإدارة وتقليل التعقيدات. فمن خلال رقمنة الإجراءات الإدارية يمكن للحكومة تقليل الاعتماد على الأوراق وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات. فوائد الخدمات الإلكترونية لا تقتصر على ذلك فقط، بل تساهم أيضاً في توفير الوقت والجهد على المواطنين. فبدلاً من الذهاب إلى مقرات الإدارات الحكومية، يمكن للمواطن الآن إنجاز العديد من معاملاته من منزله أو مكتبه في أي وقت يناسبه. الخدمات الإلكترونية في تونس خطوة مهمة نحو بناء حكومة عصرية تواكب التقدم التكنولوجي العالمي، والحكومة تعمل على تطوير هذه الخدمات بشكل مستمر لتشمل جميع القطاعات الحيوية وتلبي احتياجات جميع المواطنين. تحديات التحول الرقمي، البنية التحتية والوعي. بالرغم من المزايا الكثيرة للتحول الرقمي، إلا أن هذا التحول لا يخلو من التحديات، وتعد البنية التحتية التكنولوجية من أهم التحديات اللي تواجه التحول الرقمي في تونس. باش نقدر نوفر خدمات إلكترونية فعالة، لازمنا نوفر بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتطورة تشمل شبكات إنترنت سريعة وأنظمة حماية من الاختراقات الإلكترونية.
الوعي الرقمي من التحديات المهمة الأخرى اللي تواجه التحول الرقمي. باش الناس تستفاد من الخدمات الإلكترونية، لازم يكون عندها الحد الأدنى من المهارات الرقمية. والحكومة تعمل على نشر الوعي الرقمي بين جميع الناس من خلال تنظيم حملات توعوية وتوفير دورات تدريبية مجانية. حماية البيانات الشخصية من التحديات المهمة الأخرى اللي تواجه التحول الرقمي. مع زيادة استخدام الخدمات الإلكترونية، تزيد أهمية حماية البيانات الشخصية من السرقة أو الاختراق. والحكومة تعمل على تطوير القوانين اللي تضمن حماية البيانات الشخصية للمواطنين. والحكومة التونسية تدرك هذه التحديات وتعمل على تجاوزها من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ونشر الوعي الرقمي وتوفير بيئة قانونية تحمي البيانات الشخصية. فرص التحول الرقمي، دور الشركات الناشئة. التحول الرقمي في تونس يتيح فرص كثيرة للشركات الناشئة ورواد الأعمال. مع زيادة الطلب على الخدمات الإلكترونية، تزيد الحاجة إلى شركات تقدم حلول جديدة في مختلف المجالات. الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد من أكثر الشركات اللي ستستفيد من التحول الرقمي. والحكومة التونسية تدعم الشركات الناشئة من خلال توفير حاضنات الأعمال وتقديم قروض ميسرة. كما تنظم الحكومة العديد من الفعاليات والملتقيات اللي تهدف إلى ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين. الشركات الناشئة في تونس شريك أساسي في إنجاح التحول الرقمي. من خلال أفكارها الجديدة وحلولها التكنولوجية، هذه الشركات تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. والحكومة التونسية تدرك أهمية دور الشركات الناشئة في التحول الرقمي، وتعمل على توفير البيئة المناسبة لنمو وازدهار هذه الشركات. مستقبل الخدمات الحكومية الإلكترونية نحو تونس رقمية. مستقبل الخدمات الحكومية الإلكترونية في تونس واعد بالتطور والازدهار. من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تحولاً شاملاً في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لتصبح جميعها إلكترونية بالكامل، وهذا سيتيح للمواطنين إنجاز جميع معاملاتهم الحكومية بكل سهولة من أي مكان وفي أي وقت. والحكومة التونسية تعمل على تطوير استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تهدف إلى جعل تونس مركزاً إقليمياً للخدمات الرقمية. هذه الاستراتيجية تشمل تطوير البنية التحتية التكنولوجية ونشر الوعي الرقمي ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. التحول الرقمي في تونس ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية وبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة. والحكومة التونسية تدرك أهمية هذا التحول وتعمل على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاحه. وستصبح تونس في المستقبل القريب دولة رقمية رائدة تقدم خدمات حكومية إلكترونية متطورة تلبي احتياجات جميع المواطنين.